الأزهر مكانته مش في مصر فقط، عايز تعرف مكانة الأزهر روح جنوب شرق آسيا أو في أفريقيا أو حتى في أمريكا اللاتينية في أي مكان. البعض مازال لو عارف إنك من علماء الأزهر يتعامل معك على أنه يجب أن يتبرك أولا ثم يقترب ليتعلم، وبالتالي الحوار دايما مع علماء وشيوخ الأزهر بيكون مهم في اللحظة دي، سيما أن الأزهر استهدف كما لم يستهدف في تاريخه إلا مرة واحدة في فترة الحملة الفرنسية، ثم عندما أغار عليه التتار الجدد في العام ونصف الأخيرين. وبالتالي ما بينهما ما بين المرتين كان هناك ضغوط بالتأكيد على الأزهر أدت إلى ظهور بثور على جسم التعليم الأزهري، منها المدارس الأزهرية الخاصة. إيه موضوعها؟ وهل هتستمر كده؟ وهل هي اللي أنتجت لينا اللي شفناهم في جامعة الأزهر بيمارسوا العنف، ومش عايز أقول كمان أو الألفاظ مش هتسعفني، قلة الحياة كفاية كده جدا مع أساتذتهم، ولا هنسيب الموضوع؟ هل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر عنده خطة بيتحرك علشان الأزهر يستعيد ريادته وقوته وعافيته مرة أخرى؟ معانا النهاردة فضيلة الشيخ جعفر عبد الله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وده بالظبط بيوازي زي ما عرفت وزير التربية والتعليم في التعليم اللي بنسميه مدني. اهلا بحضرتك فضيلة الشيخ. الله يكرمك، بارك الله فيك. يمكن قبل ما نبدا، بالتاكيد في اجازه نص السنه بقت تقريبا شهر قد اجازه اخر السنه كده تقريبا. مظبوط. فالاهالي او اولياء الامور او الطلاب بالتاكيد قلقانين، يعني هيتعالج الامر ده ازاي؟ وخاصة المنهج هيبقى كبير عليهم او صعب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الخلق اجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. موضوع الدراسة والامتحانات وأجازة نصف العام، أحب أن أطمئن أولياء الأمور وطلاب الأزهر بأن هذا الأمر هو شغلنا الشاغل، ونحن نعمل على ألا يضار الطالب أو الطالب أو الطالبة في الأزهر الشريف. أولا أحب أن أعرف أن مواعيد الامتحانات كما هي. ثم كده هيتضغط لا ما أنا أقول لسه. كما يعلم أبنائنا امتحانات النقل في الابتدائي والإعدادي والثانوي تبدأ أول مايو، يعني 3 مايو أو 4 مايو. امتحانات الشهادات 29 مايو. نحن لا نستطيع أن نؤخر يوما واحدا من أيام الامتحانات. لماذا؟ لأن الامتحانات في الأزهر متتابعة متلاحقة، بمعنى أنا أبدأ في أول مايو امتحانات النقل، بمجرد ما تنتهي امتحانات النقل تظهر النتيجة أو لا تظهر النتيجة تبدأ الشهادات، والشهادات الأزهرية كثيرة، الثانوية والإعدادية والابتدائية ومعاهد القراءات تجويد وعليا وتخصص ومعاهد البعوث بنين وبنات وهكذا. الدراسة في الأزهر كما قلت والامتحانات متلاحقة، أبدأ الشهادات، بمجرد انتهاء الشهادات أبدأ مرة أخرى امتحانات نقل الدور الثاني، بمجرد امتحانات نقل الدور الثاني أبدأ الدور الثاني للشهادات، بمجرد انتهاء الدور الثاني للشهادات أبدأ مسابقات القبول داخل الأزهر، تنتهي مسابقات القبول أبدأ العام الدراسي الجديد. يبقى لا يوجد عندي يوم واحد لامتحان غير مخطط له، هذا أولا. يبقى كده التلامذة اتظلموا لأولياء الأمور. لا أنا أقول لك أهو. الشيء الآخر، شهر إبريل كله دراسة، بمعنى نحن في الأزهر امتحاناتنا تختلف عن الوزارة، امتحاناتنا تحريرية وشفوية، شفوية للقرآن والحديث والمطالعة والنصوص. المعاهد الأزهرية تبدأ الامتحانات الشفوية
قبل التحريرية ب15 يوما أو بأسبوع على الأقل. طيب هذا الامتحان يكون في شهر إيه؟ إبريل. يبقى هو اقتسم شهر إبريل في الامتحان الشفوي. لا، إحنا الأوامر عندنا شهر إبريل يبقى كله دراسة، يستفيد الطالب من الشرح ومن العلم ومن حضوره إلى الإيه؟ إلى المعهد. إذا أنا وفرت شهر إبريل كاملا للشرح للاستفادة. طيب إيه كمان؟ بالنسبة للشهادة، للشهادات، نحن طلبنا من المناطق الأزهرية ومن المعاهد الأزهرية ومن الإدارات التعليمية أن تعقد محاضرات لطلاب الشهادات في شهر مايو. الطالب الشهادات، لأن الامتحان لسه في آخر مايو. لما لا يستفيد الطالب في شهر مايو من الشرح ونوفر له أكفأ المدرسين والمعلمين والمدرسات والمعلمات للشرح؟ هو ما فيش دروس خصوصية في مدارس الأزهر؟ لا، في دروس خصوصية، في برضه، في طبعا. إذا على هذا المنوال سيستفيد الطالب استفادة أعتقد أنها يعني مرضية. الشيء الآخر، أنا عندي شهر أجلت فيه الإيه؟ الدراسة. ماذا سنفعل؟ سنختصر بعض الأبواب، بعض الأبواب التي لا تضر لو حذفت من المنهج. وعندي في قطاع المعاهد الأزهرية السادة المستشارون والموجهون يقبعون على هذا الأمر، وإن شاء الله سنرسل غدا أو يوم السبت بالكثير المنهج الجديد الذي سيسير عليه المدرسون والمعلمون في معاهدنا. فضلت الشيخ، طالما أن في جزء ممكن يتحذف ولا يضر، لماذا لا يحذف على طول؟ طيب، هذا الكلام الذي تفضلت به كلام جميل. نحن في هذه الأيام منذ 4 أشهر نعقد جلسات متتابعة فيما يسمى بإصلاح التعليم الأزهري، وهذا الأمر أخذه على عاتقه فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب. وعندما جاء فضيلة الأستاذ الدكتور وكيل الأزهر عباس شومان بدأنا هذا الأمر اللي هو تطوير التعليم الأزهري أو إصلاح التعليم الأزهري. بمعنى الكثير من أولياء الأمور يقول ينصرف الطلاب عن الأزهر لكثرة المناهج أو لكثرة المواد، هذا أمر معترف به. ولي الأمر عندما يريد أن يدخل ابنه إلى الأزهر، ألا يعرف ذلك؟ عندما يدخله في المراحل التمهيدية أو في الصفوف الأولية، أولى ابتدائي أو ثانية ابتدائي، أو عارف طبعا، هو عارف. إذا أنت تعرف مناهج الأزهر وتعرف طريقة الأزهر، وعندما يتعلل يقول ابني أخذ 98% ولم يدخل الطب، دي عملية إيه؟ عرض، تنسيق، عدد، نزول بالمجموع، يبقى ليس في يدي هذا. لكن قلنا لماذا لا ندمج بعض المواد في بعضها؟ يمكن. بمعنى يعني أنا عندي الطالب مثلا في اللغة العربية في الصف الثاني الإعدادي والصف الثاني الثانوي يدرس باب الحال، يدرس باب الحال في شرح الأزهرية، ويدرس باب الحال شرح ابن عقيد على الألفية. طب لما لا أكتفي بأحدهما؟ إما أدرس باب الحال في الإعدادي أو أدرسه في الثانوي ويحذف من الآخر، وهكذا. نحن نسير على هذا الضرب. يعني دلوقتي ده قائم دلوقتي؟ نعم، التطوير والتغيير في المناهج. نعم، نحن قائمون على هذا الأمر، وإن شاء الله في غضون 2 أو 3 شهور ننتهي من هذا الأمر ونعرض الأمر على المجلس الأعلى للأزهر ليقر ما اتفقنا عليه. هل نقدر نقول خبر كده أن المناهج الأزهرية في العام القادم ستكون جديدة تماما؟ إن شاء الله قد لا تطبق من العام القادم أو العام الذي بعده، لأن دي يعني طفرة كبيرة في التعليم الأزهري وتغيير كبير في التعليم الأزهري. لابد عندما نبدأ به نكون قد أتقننا العمل، والاختيار يكون متقنا، والمرجعية أو ما يعود بالنفع على الأزهر
وعلى أبناء المسلمين سيعودوا بالنفع الجم إن شاء الله. البعض بيقول إن الطلاب الموهوبين بيهربوا من التعليم الأزهري أو الشطار يعني بيروح للتعليم الأزهري، الطلاب اللي يعني طيب مستواهم أقل شوية، في ناس بتقول كده. أنا أعطي مثلا للتعليم الأزهري. فضيلة الإمام منذ 4 سنوات، 4 سنوات مضت، أنشأنا ما يسمى بالشعبة الإسلامية، وكانت هذه فكرة الإمام. الشعبة الإسلامية هي عودة الأزهر إلى ما كان عليه قديما، ونحن في زمننا هذا نحاول أن ننهض بالأزهر وأن نعود به إلى ما كان عليه. وتفضلت سيادتك في المقدمة الجميلة أبناء المسلمين في كل مكان، شرق آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا، عندما يرى أحدهم هذا الزي وهذا المنظر الأزهري بينهاروا. يقبلون عليك ويقبلونك من كل مكان، رأسك والأكتاف. أنا شفت وزراء بيقبلوا أحد علماء الأزهر، احترام الأزهر في هذا السمت الجميل، في هذا الزي الجميل. الأزهر يريد أن يعود، أبناء الأزهر إن شاء الله سيعودون بأزهرهم إلى ما كان عليه، قبلة للعالم. يأتي إلينا طلاب العالم ليتعلموا في الأزهر. أنت تعرف أننا في الأزهر عندنا 111 جنسية، 111 جنسية يتعلمون في الأزهر في معاهد البعوث أو في المعاهد العادية المصرية. لماذا؟ لأننا كما نعرف جميعا الدراسة في الأزهر وسطية، الوسط احنا بنقول كل حاجة ايه؟ وسط، مفيش أجمل منها، لا غلو ولا إسفاف، يعني بيلتحق بالأزهر موهوبين كتير. طبعا كثير جدا. عندما يعني أنا كنت أتحدث عن الشعبة الإسلامية، الشعبة الإسلامية هي عودة لأزهرنا إلى الزمن المنقضي الذي فات. يدرس الطالب المواد الأزهرية كاملة، ويدرس لغات، ويكون الإقامة داخلية كمان، يعني سكن داخلي، ونوفر له الأكل والنوم والملبس الأزهري. يلبس الطلاب في الشعبة الإسلامية الزي الأزهري. هؤلاء الطلاب يعني كان أول دفعة للثانوية الأزهرية العام الذي مضى 93% نسبة النجاح، يعني متفوقين جدا. عندما تستضيف أحدهم، لو سيادتك يعني استضفت أحدهم وكلمتهم، تعرف الفرق بينهم وبين الآخرين. علماء، هم في سن الشباب. نعم، لغويون. هستضيفهم إن شاء الله. إن شاء الله. يتقنون اللغة. الشيء الثاني بقى كمان والأجمل، عندما يدخل الجامعة في عندنا حاجة اسمها الدرجة الخاصة. الدرجة الخاصة الآن الطالب لما يكون في الكلية ونجح من الصف الأول وينتقل إلى الصف الثاني والتقدير بتاعه جيد جدا، ينقى هؤلاء الطلاب المتفوقون ويدرسون في فصول قليلة العدد، يعني مفيش كثافات زي التربية والتعليم. اسمها درجة خاصة في الجامعة، وهؤلاء يدرسون اللغة الإنجليزية أو الفرنسية تبع مراكز الايه، المراكز الثقافيه البريطانيه او بيروح يدرس اللغه. نعم، في مصادرها نجيبهم لغايه عندهم. هذا الطالب عندما يتخرج قد لا تصدق يتكلم بلغه هذه الدوله، بلغه هذه الدوله، انت لا تصدق هذا. يعني بيتكلم الفرنسيه زي رفاعه الطهطاوي. نعم، يتكلم الانجليزيه كاهل ايه، انجلترا، وهكذا بلغتهم. وفي عندنا منهم مش باللكنة الأمريكية، لا، بلغة الإنجليز. نعم، البريطانية وهكذا. يعني شيء مفرح برضو. طلاب الشعبة الإسلامية تخرجوا دول يا فندم؟ نعم تخرجوا، وفي مؤتمر قريب جدا في قاعة الشيخ محمد عبده، والإمام بيحضر وبيكرم الناس دي كلها، وبيكون يعني مرآة جميلة للأزهر في صورة هؤلاء الشباب الذين هم دعاة للأزهر في كل مكان. هذه فرحة للأزهر أن نرى هؤلاء الشباب الفاهم الحاذق الذي يستطيع أن يبهر العالم
ودول برضو ما اخترقتهمش جماعة الإخوان ولا السلفيين؟ لن يخترقوا أبدا. لماذا؟ لأنهم تعلموا العلوم الإسلامية على حق. طب الطلبة اللي كانوا بيضربوا أساتذتهم وبيعملوا مولوتوف وبيكسروا في الأزهر، مش دول متعلمين برضو العلوم الإسلامية؟ نعم، الطلاب هؤلاء الذين يعني وجدوا في هذه المظاهرات داخل الجامعة، للأسف الشديد كان الكثير منهم لا ينتمي إلى جنس طالب أو تلميذ أو حاجة من دي، صنايعية أو أي شيء آخر، يعني لم يكونوا من طلاب الأزهر كلهم؟ لا البعض، أنا بقول الكثير البعض. من الكثير منهم لم يكونوا من طلاب الأزهر للأسف، مستأجرين يعني. مستأجرين طبعا، وثبت هذا يعني للملأ وللكل. لكن في طلاب تم فصلهم، في بعض الطلاب نعم، في بعض الطلاب يعني لا يقدرون الظروف التي تمر بها البلاد فوقعوا في هذا الفخ الذي نصب لهم، وللأسف الشديد عرفوا مؤخرا أن هذا الأمر يعني أمر يعني لا يصح من العالم الأزهري أو من الطالب الأزهري أو من الفتاة الأزهرية المتدينة أن تفعل مثل يعني هذا. معنى كده باستئناف الدراسة مش هنشوف أحداث من دي تاني في جامعة؟ سنرى إن شاء الله يعني وجوها متغيرة إن شاء الله، وسنفرح بهؤلاء الطلاب الذين سيعودون إلى صوابهم إن شاء الله. في الأزهر معاهد للقراءات، نعم، لكن ما بنشوفش الشيخ محمد رفعت أو عبد الباسط عبد الصمد أو الطبلاوي أو الأصوات الجميلة دي، ليه؟ والله معاهد القراءات في الأزهر يعني الكثير لا يعرف عنها برضو أيضا الكثير. معاهد القراءات بتخرج لنا من يتقن القراءات العشر أو السبع. أولا هم حافظون للقرآن الكريم ومتقنون للقراءات. نوعية الطالب عندنا في معاهد القراءات، النوعية تنقسم إلى قسمين، طالب عادي في السن العادية 12 سنة 13 14 15، وطالب قد تخرج من الجامعة وأراد أن يتعلم القراءات. ممكن عندنا في معاهد القراءات أطباء، أساتذة الجامعة، مهندسون زي دكتور معينة كده. هؤلاء العالم كله بمجرد تخرج هؤلاء الناس يطلبهم العالم أجمع. ليه؟ في طلب عليهم طبعا. احنا عندنا عجز في المعاهد وعجز في قطاع المعاهد الأزهرية. ليه؟ الكل يعرف أن هذا هو متقن، كما قلت متقن للقراءات، وهو الذي سينفع الآخرين بعلومه التي تعلمها في الأزهر الشريف، وإن شاء الله أيضا في طفرة كبيرة لتطوير معاهد القراءات في مصر. معاهد القراءات في مصر إن شاء الله يعني التجويد والعالية والتخصص دي يعني أجنحة الأزهر التي يعني يطير بها في كل مكان. هم رسل الأزهر في كل مكان، هم علماء للأزهر في كل مكان، يشرفون الأزهر في كل مكان، والدليل على ذلك أنهم مطلوبون في كل مكان أيضا. فضيلة الشيخ، في المعاهد بقى الأزهرية الخاصة وخاصة للغات، أيوة، مشاريع استثمارية فيها ممارسات يعني زن لي أن أقول أنها تسيء للأزهر، وربما بحكم العشر أنا فشايف، وما اظنش انها بتخرج تلامذه توديهم الجامعه بنفس المستوى اللي بتخرجوا المعاهد الدينيه الازهريه. ايه السبب في اعطاء رخص كتير؟ وهل ده هيتوقف؟ وهل من الممكن معالجه هذه المعاهد ولا لا؟ هو كما تفضلت، هي الموضوع في جانب تجاري وربح، ربح كتير، ده معروف للكل. المعاهد الخاصه في اي مكان او اي شيء خاص في اي مكان يعني لابد وأن يكون جانب الربح يعني معروف. طيب ماذا يفعل الأزهر؟ نحن نقف أمام كل مخالف في التصاريح أو في الطريقة التعليمية. والله إن خالف في تصاريحه يعني قلنا له لك تصريح بمعاهد ابتدائية فأنشأ إيه بعض الفصول الإعدادية، ده نوقفه، نقول له أقف هنا بقى، أنت كده خالفت. طيب دي الإجراءات الأولية.
طب الأزهر ماذا يفعل؟ الأزهر الآن، وأحب أن أطمئن الجميع، أننا بدأنا نضع لائحة جديدة لمعاهد نموذجية لغات، ليسمعني الجميع، معاهد نموذجية لغات. يعني هو ما يتصرفش فيما يتعلق باللغات براحته أو بطريقته. لا، هنعمل بقى احنا ايه الأزهر بقى، إشراف كامل من الأزهر ومن قطاع المعاهد الأزهرية على هذه المعاهد، معاهد ايه؟ نموذجية. احنا عندنا معاهد نموذجية لكن ليست ايه؟ لغات. المعاهد النموذجية الآن بمصاريف ايه؟ بسيطة جدا، بمعنى ان الطالب بيدفع 300 جنيه أو 200 جنيه في السنة، في السنة كلها. وفي أول مرحلة، أول كل مرحلة يعني أولى ابتدائي، أولى ثانوي، أولى إعدادي، بيدفع برضه في حوالي 200 جنيه يبقى 400 جنيه أو بالكتير 450. ده في المعاهد الأزهرية النموذجية العادية، لأن النموذجية العادية لا يعني المعاهد اللي أنا بقصدها الخاصة دي، لا الخاصة دي بتوصل ل 25 و30 ألف جنيه يعني مثلا. ده غير ما يقول لك ممارسة النشاط، وممارسة النشاط دي حاجة مخفية بتبقى بعيدة عن الايه؟ الورق الرسمي. خرجوا الولاد يلعبوا في الشارع ويعملوا ازعاج لكل المحيطين بيهم. فاحنا من اجل ذلك ومن اجل القضاء على هذا الامر الذي استفعل، فان شاء الله وبعون الله نحن في صدد ان ننشئ معاهد نموذجية لغات تستقبل الطلاب الذين يريدون ان يجمعوا بين العلم والدين واللغات، ونحن نشجع ذلك لأن اللغات تنفع الدين، اللغات تنفع اللغة، اللغات. المراكز الإسلامية في كل مكان، إحنا لينا مراكز إسلامية في أمريكا، في إنجلترا، في إيطاليا، في كل مكان. المراكز الإسلامية بتطلب إيه؟ بتطلب داعية يجيد لغة البلد، يجيد اللغة. طيب يجيد اللغة يبقى لازم يكون عندي من يستطيع أن يقوم في هذه المراكز الإسلامية من الناحية الدعوية ويتقن لغة أهل البلد. طب فضيلة الشيخ، انتوا ليه الأزهر ادى فرصة ان يبقى في تجارة في الدراسة الدينية او في الدراسة، في دراسة يعني في الدراسة الأزهرية؟ يعني انا افهم ده في المدارس العادية، لكن ازاي ندي رخصة لواحد يتاجر في علوم الدين او في الدراسة الأزهرية؟ والله هو يعني التعليم الخاص ده منتشر في كل مكان حتى في الجامعة. ايوه بس الازهر تحديدا يعني الازهر يعني البعض يعني قال لما الازهر ينفرد بسمة تختلف عن الاخرين، بيعتبرها تأخر يعني. قلنا لا، احنا ما عندناش مانع ننشئ معاهد خاصة او تنشأ معاهد خاصة بشرط ان تحافظ على سمت الازهر، على وسطية الازهر. هم تقدموا اصبحوا اخوان وسلفيين. خلاص للأسف الشديد كل هذا يعني محصور عندنا ومجموعة عندنا، وأي حاجة فيها مخالفة طبعا إحنا ما بنديش أي تصاريح، وإن شاء الله سيعني نرى أسلوبا جميلا للتعليم في المعاهد النموذجية للغات إن شاء الله. يعني باعتبار حضرتك وزير التربية والتعليم في التعليم الأزهري إن شاء الله، فوزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر فعلا حصر المخالفات اللي في المدارس الخاصة اللي كان الإخوان مسيطرين عليها وأخضعها للإشراف الإداري عشان يسيطر عليها بشكل جيد، وسماها مدارس 30 يونيو. والله ليه الخطوة دي ما تتخذش؟ والله ليس سرا أن أقول للجميع نحن نعمل ويعمل معنا يعني عدد من الأجهزة الأمنية والأجهزة الرقابية، وكل هذا إن شاء الله سيعرض على الجميع ويعرف موقف الأزهر منه. يعني بدأ يبقى في تقييم حقيقي ودقيق يعني. نعم، دي أجهزة على مستوى. ده اعتقد ده خبر مفرح، لانه لكن يعني احنا يعني ما بن يعني فيما يتعلق بالاجهزه الامنيه انها يعني تبقى بتقدم ملفات الاختراقات. نعم، اللي حصلت. نعم، كل شيء هم بيطلبوا مننا معلومات عن اي شيء، احنا ما بنتاخرش وهم بيشتغلوا معانا وبيقدموا لنا طبعا. يعني بعض المعاهد كان في خلال الفتره اللي فاتت كان بيخزن فيها سلاح وملوتوف وبينفع. لا هو كلام قيله، لكن الحمد لله اللي يعني الامن في الازهر يعني والحمد لله قام وعمل استكشاف ومراجعات والحاجات دي الحمد لله، ده كلام كان يقال فقط لكن ليس على ارض الواقع. واذا كان في شهادات بكده؟ لا، لم يثبت احد يعني هذا الامر، والاثبات هيبقى صعب. طب في تجاوزات فعلا ولا ما كانش في؟ والله انا شفت تجاوزات يعني من بعض الطلبه
اللي هو رفع الشعار والكلام والكلام ده كله، احنا ما بنلاقي اي حد مدرس او مدرسة او طالب او طالبة بيتعدى حدوده بنوقفه. بالنسبة للطلبة احنا عملنا يعني ايه، وقفنا الطلبة ازاي؟ فصلنا بعض الطلاب وما دخلناهم في الجامعة ولا في المدارس؟ لا في المعاهد، اللي هي المعاهد عند حضرتك، وحرمناهم من دخول الفصل الدراسي الاول، لكن ما منعوش من دخول الامتحان الفصل الدراسي الثاني لعله ايه يعني يرجع. هل اللي اتفصلوا 387 فعلا؟ لا، ال 387 دول بتوع البعوث. اللي هي مدينة البعوث دي قصة تانية، دي قصة كبيرة، دي اللي كنا بنتفرج عليها في التلفزيون. قصة البعوث دي قصة تانية. بمعنى ايه؟ يعني انا كل عام بيجي لي طلاب من الخارج، زي ما قلنا احنا عندنا جنسيات متعددة. يأتي اليك الطالب اما ان يكون صغير السن او كبير السن، تفرقش. الطالب بنعمل له حاجة اسمها امتحان لتحديد المستوى، نعرف مستوى ايه. ممكن ندخله الى اعدادي او تاني اعدادي او تالت اعدادي، ما يعرفش لغة عربية ندخله حاجة اسمها دراسات خاصة، يتعلم عربي يتكلم، وبعدين نديله بعض المواد الايه الشرعية والعربية. الطالب هذا عندما يأتي ويجرى له الاختبار، بيكون اختبار في القرآن، في المواد الشرعية، في اللغة العربية، في حاجات بسيطة في الرياضيات والعلوم. الطالب عندما يأتي إليك حاجة مفرحة جدا، يعني يأتي إليك مثلا مهندس، طبيب، كيميائي، لما أتيت؟ يقول لأنني أحب الإسلام، أتيت إلى الأزهر لأتعلم فيه الإسلام وأتعلم لغة الإسلام اللي هي اللغة العربية. فياخدوه يأخونوه بقى. لا أنا أقول لك، فيلتحق بالأزهر، لقينا إن مجموعة كبيرة من الطلاب لا يحضرون. قال لا، طب الطلاب دي فين؟ ما هو جايز تستقطبوا أي فئة. فإحنا أول سنة، أول يعني مرة نحصر الطلاب اللي هم لا يحضرون دروسهم في معهد البعوث، أو هم متغيبون عن مدينة البعوث. إحنا طبعا طلاب البعوث يعني هم بيسجلوا نفسهم في الدراسة وما يجوش. ما يجوش. فإحنا بلغنا السفارات، السفير، إن الطلبة دي اتفصلت، فصلناها فعلا على أن ترحل إلى إيه؟ بلاد بلاده. يبقى إحنا ما عندناش دلوقتي أي لوم. طالب بقى عمل ما عملش، إحنا بلغنا إيه؟ السفارة. السفارة خلاص. بلغنا الدولة، الأزهر الآن بريء منهم، على الدولة وعلى السفارة أن ترحلهم. هذا الأمر حتى لا يأتي إلينا أحد ويقول أو ده طالب منتمي إلى الأزهر، مسجل في الأزهر وانتمى إلى جماعة. إحنا الآن فعلنا كل ما نستطيع أن نفعله، فصلنا، أعلمنا كل المؤسسات الأمنية، القنصلية، السفارات، السفراء، وهكذا، لكي يكون الأزهر بريء عن هؤلاء. الطالب في معهد البعوث أو عندما يأتي إلينا في معهد البعوث، نحن يعني نحن فخورون بهؤلاء الطلاب. لماذا؟ هو يتعلم عندك المواد الشرعية واللغة العربية، ثم يذهب إلى إيه؟ إلى بلده. هو سفير لك. الطالب ده عندما يعود إلى بلده سفير لك. ليه؟ لأنه يتكلم باسمك ويتكلم عن نفسي ويربط بين مصر والإيه؟ بس كثير من المدرسين وأساتذة الجامعات سواء في المعاهد الأزهرية، كثير، نعم، مش قليل، بيدرس لهم مش الإسلام الوسطي الأزهري اللي حضرتك اتعلمته وبتعلموه، بيدرس لهم الإسلام حسن البنا وإسلام ابن تيمية وغيره. يعني هذا أمر مغلوط للأسف. طالب البعوث بيدرس نفس مناهج طالب مصر، هي نفس المناهج. طب في المدارس؟ ما المعاهد، معاهد، معاهد أزهرية. احنا عندنا ست معاهد أزهرية. عندنا معهد إعدادي بنين، وثانوي بنين في القاهرة، وإعدادي بنين وثانوي بنين في اسكندرية، وإعدادي بنات وثانوي بنات في القاهرة. وعندنا دراسات خاصة اللي هو الطالب الذي لا يحصل العربية، دراسات خاصة بنين ودراسات خاصة بنات. نفس المناهج في الأزهر اللي هو بيدرسها الطالب المصري
يدرسها طالب البعوث الا بعض المواد الثقافيه الخفيفه. يعني لا داعي ان هو ياخد التاريخ بتاع مصر كله او الجغرافيا او المواد الفلسفيه، بنديله الحاجات اللي تعينه في الايه؟ في المواد الاخرى. لكن اللي انا بتكلم عن المعاهد الدينيه اللي هي الازهريه اللي تبعي اللي انا مشرف عليها لا يوجد هذا ابدا. مفيش مدرسين؟ لا لا، اصل المدرس مرتبط بمنهج، حتى لو هو متطرف هو مرتبط عندي بمنهج، عنده شيخ المعهد بيراجع عليه، عنده الموجه بيراجع عليه، عنده المستشار بيراجع عليه. ممكن تكون بتحصل حالات وحضرتك ما بتحبش تذكرها ولا لا؟ ممكن بعيد عن المعاهد. بعيد عن المعهد ممكن دي ما اعرفهاش انا، لكن داخل معهدي في رقابه صارمه على المناهج. طب في المعاهد الخاصه ما فيش؟ المعاهد الخاصه احنا لنا الاشراف الفني على هذه المعاهد الخاصه، وانا معك ان المعاهد الخاصه بها طلاب بها طلاب وافدون يعني من خارج مصر ايضا، لكن احنا عندنا رقابه فنيه على هذه المعاهد. يعني ما فيش سيطره للاخوان على المعاهد الازهريه الخاصه؟ ان شاء الله اطمئن. ولا لن تكون ان شاء الله؟ كانت ولن تكون؟ لا ان شاء الله لن تكون ان شاء الله. خلاص يعني ده اللي نتمناه يعني. اطمئن الجميع على هذا. في عهد النظام السابق واللي استمر يحكم 30 عاما، الغريب جدا انه الاخوان استطاعوا ان ينفذوا للازهر رغم انه كان يبدو انه بيقاومهم، ازاي؟ والله اذا كان الاخوان يعني ينفذون الى الازهر فهم قد نفذوا الى مؤسسات كثيره، لكن يعني هذا الذي يسمى بالاخوانيه مثلا، يعني عندما يدخل الى الازهر طالبا او مدرسا هو يعني سيلتزم بالمنهج الازهري الوسطي المعتدل، هو في المؤسسه عندي في المؤسسة العلمية لا يستطيع أبدا أن يخرج عن المنهج الموضوع، وإذا حدث كل العيون عليه، لأن الناس في الأزهر مدرسون مدرسات طلاب طلاب علم طالبات علم يفهمون يعني الدراسة الأزهرية على وعي. ده عميد كلية أصول الدين كان واحد من أعضاء مجلس الشورى الإخوان، ويعني احنا مش هناخد بقى يعني أشخاص بعينها. لا، وفي عمداء لكليات أخرى، يعني مش مجرد أستاذ، ده عمداء. فأنا بقول القياس كمان، يمكن حياتك مش ده بس، القياس على المدارس الأزهرية كمان موجود، المعاهد الأزهرية. المعاهد الأزهرية حياتك يعني بتقول لي لن يكون، فنتفائل إن شاء الله. يعني ما احناش عايزين نتوقف عند ده. المعاهد الأزهرية انتشارها بيؤكد، يعني أنا قلت لحضرتك في البداية البعض بيقول إن مستوى الطالب اللي بيدخل الأزهر بيكون اقل من اللي بيدخل المدارس المدنيه، لكن انتشارها ده كلام بيقال، انتشار المعاهد الازهريه الخاصه بيؤكد انه والمصاريف اللي بتدفع فيها انه لا، ده المستوى العالي جدا اللي بيروح الازهر. يعني طيب انت سيادتك بتقول المعاهد الخاصه وهي اقل وكده، انا عندي في الازهر 9800 معهد. كام؟ 9800 معهد على مستوى الجمهوريه. طب المعاهد الخاصة قد ايه؟ انا ما اعرفش. 67 67 67 لو فكناها 225. يعني ايه؟ يعني انا عندي مثلا ايه، معهد ابتدائي اعدادي ثانوي زي ما سيادتك قلت، مثلا معهد اللي انت قلت عليه. لو قلت دول ثلاثة ماشي، لو قلت حاجة واحدة مجمع واحد ماشي، لو قلنا مجمع واحد يبقى يندرج تحت ال 67، لو فكناهم يبقى يندرجوا تحت الكام؟ 225. 67 قدام 9800 معهد، مفيش نسبة. لا مفيش نسبة، بس إلا الأزهر. حاجة إلا الأزهر، مش عايزين عليه نقطة واحدة بس. طيب الشيء الآخر، إحنا قدامنا مشكلة كبيرة في المعاهد الأزهرية اللي هي ما تسمى المعاهد المنضمة، بمعنى غالبية المعاهد الأزهرية بنيت على أكتاف أناس يحبون الأزهر، فبيتبرع بالمبنى، بيتبرع بالارض وبيتبرع بالمبنى. لكن المشكله بقى ان هو عاوز يعين الناس بتوعه. ايوه، ومن هنا ينفذ الاخوان والسلفيين. اما يعين الناس بتوعه طبعا هو بياخد منهم مبالغ. لا طبعا، فعاوز يعينهم. الناس اللي هيعينهم دول ده بقى له 7 و8 سنين بره، ما قراش كتاب،
ما اطلعش على اي حاجه مستوى ايه؟ هيبقى عنده علم؟ بالتاكيد لا، اقل. ما عندوش حاجه. طيب احنا الازهر قلنا مش هنقبله، يجيبوا لنا احكام. طبعا الاحكام ملزمه، اه طبعا لازم قانون تقبله والا ندخل السجن. طب نقول هنقبلهم بس نعمل لهم امتحان، يسقطوا مره واثنين وثلاثه، لكن غصب عني هعمل ايه؟ اقبله في الاخر عشان حكم الايه؟ للقانون. فدي ادت انا معاك الى ضعف، الى ضعف، ضعف لبعض للتعليم الازهري بسبب ايه؟ هؤلاء. ماذا فعلنا نحن؟ طب ما انا خلاص غصب عني اقبله. يتغير قانون الازهر. لا، هعمل ايه بقى؟ اعمل له تدريب، ادربه. تعالى يا ابني، اجمع الناس دي كلها واقول له نذاكر وتدرس بالطريقه دي، تحضر درسك بالطريقه دي، تشتغل في معادك بالطريقه دي، تبقى كده تبقى مدرس ناجح او مدرسه ناجحه. لكن انا معاك ان جت فتره المعاهد المنضمه ادت الى تاخر التعليم الازهري بسبب الاحكام التي فرضت على الازهر. الاعداد الكبيره من الدارسين في الازهر واحنا بنسعد بيهم، ليه اختفى من قدام عيوننا الزي الجميل الازهري ده؟ نعم. طبعا سيادتك عارف ان انا عندي في الازهر 2,089,000 طالب ازهري على اختلاف المراحل. 2,089,000؟ اه. العدد مش بسيط يعني. طبعا ده رقم. وفي بعض يعني ده قد دوله قطر مثلا 20 مره ولا حاجه. وعندي بعض المناطق زي الشرقيه او سوهاج بيتقدم طلاب كثيرون للالتحاق بالمعاهد الازهريه في المرحله التمهيديه او في الصفوف الاولى الابتدائيه وبنرفضهم، ما عندناش اماكن ليهم. اذا الاقبال على التعليم الازهري اقبال لا باس به. طب ليه ما نفرضش عليهم يلبسوا الزي؟ نعم، هقول لسيادتك. سيادتك معاهد كثيره تلتزم بالزي، انا كنت في سوهاج. طبعا الحمد لله انا يعني بقوم بقوافل ومعي الساده المستشارون والموجهون، يعني نشوف الحالة التعليمية في المناطق وهكذا بأنفسنا. زرت الصعيد وزرت سوهاج آخر زيارة لي، والله أمر جميل ومفرح. دخلت معهد الطلبة ملوا الحوش الفناء، مفيش مكان لقدم، كلهم لابسين الزي. اه يا ريت كان معايا صورة اوريها لك. اه لا ده مشهد جميل. اه والله بس عايزين نبقى في اسكندريه والقاهره والشرقيه والبحيره. وكنت واقف في وسطهم طالب صغير كده في اولى اعدادي، شيخ. بيبقى شيخ جميل، شيخ. اه لقيت طالب بيخطب بيقول كلمه الصباح، يعني سمعته جميل، كلامه منسق، عبارته منتقاه، لغه العربيه صحيحة. اشتقنا لده جدا فضلت. اه والزي بقى الازهري والسمت الازهري والجمال ده، فحبينا نكرمه. فشيخ المعهد، احنا عندنا شيخ المعهد، قال لي طب ما تشوف مستواه، ما يمكن بيعرف يتكلم بس لكن مستواه. قلت له طالما يستطيع ان يتكلم والا يخطئ اكيد مستواه ايه؟ ممتاز. ما هي لغة منضبطة تعكس تفكيرا سليما. صعدنا الى الفصل ومدرس شرح ووقف الطلاب نسألهم، فكان من أمهر الطلاب في الإجابة. فكفئ هذا الرجل، هذا الطالب، ويعني كان معنا في هذه الزيارة فضيلة الأستاذ الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر. بصراحة هذا الرجل من سوهاج لم يتدخل في عملنا أبدا، وكان فرحا جدا بهذه الزيارة، وكان فرحا بأبناء سوهاج الذين أثبتوا أن الأزهر ما زال بخير. هذا الأمر ينطبق على وانت جاي كده من أسوان وانت نازل. عندنا هنا في القاهرة معهد شبرا الخيمة، الطلاب يلبسون الزي الأزهري في القاهرة. احنا عايزين نشوفهم في كل مصر إن شاء الله. استاذن حضرتك بس في بعض الساده المشاهدين عايزين يعملوا مداخله او يسالوا حضرتك بعض الاسئله. ماشي. معايا الاستاذ محمد في الغربيه. استاذ محمد، استاذ محمد في الغربيه،
انقطع الاتصال. طب الأستاذة رخاء في اسكندرية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا بحضرتك. نفسي اتكلم مع فضيلة مولانا من فضلك. اتفضلي اتفضلي مع حضرتك فضيلة الشيخ جعفر عبد الله. الشيخ جعفر، انا مدرسة ثانوي في مدرسة اسكندرية معهد بنين. في معهد ديني؟ ايوه فندم. اه اتفضلي يا فندم. وكان طلع قرار من شيخ الازهر بتأنيس المعاهد. بايه؟ تأنيس المعاهد. تمام كده. طب بمعنى ايه عشان بس نفهمها؟ يعني بمعنى ان المدرسه الست ما تديش معهد بنين. يعني هي الاستاذه مثلا هي قالت بتدرس في معهد ثانوي؟ معهد ثانوي. ايوه فهمت. ايوه فندم. يعني انا لو ذهبت الى اسكندريه ووجدت هذه المدرسه وتدرس في معهد الثانوي وانا واقف في الحال انقلها لمعهد فتيات. ما ينفعش طالب الثانوي اللي هو معهد فيه اولاد يعني أولاد. مش كده يا استاذ رخاء؟ ايوه فندم. انا بقالي 15 سنه بدرس في معهد بنين، ومش انا بس، احنا ستات كتير جدا كنا بندرس في معاهد بنين، وبقالي 15 سنه بدرس، وطلع قرار من شيخ اتكلم انا في النقطه دي. ممكن استاذه رخاء انقطع الاتصال. وصلت وفضلت الشيخ هيبقى معاكي. معانا سياده المستشار احمد عبد الوهاب. عبد الوهاب. استاذ المستشار احمد عبده ماهر. ايوه اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك. اهلا بحضرتك سعاده المستشار. اهلا بيك. اتفضل يا فندم. فضلت الشيخ الحقيقه يعني هو فرصه طيبه انه موجود، وانا ليا حلقات عن مناهج الازهر ومدى عوار كثير من الموضوعات الموجوده في المسائل الفقهيه في كتب الفقه في المعاهد الازهريه، ما كنتش انتظر ابدا ان انا استنى لسه 3 سنين جايين، لانه فضلته دلوقتي بيقول لا يمكن مش السنه الجايه ولا اللي بعدها. لا ما قلتش ولا اللي بعدها. لا حضرتك قلت ولا اللي بعدها. اللي جايه بس. قد تحتاج عام او عامين يعني، بس هو قال احنا بنسرع بيها. كنت اتصور انه مناهج الازهر، واحنا دايما بنقول الازهر وسطي، لابد ان يكون الامر ده موجود على ارض الواقع. ما ينفعش نقول مثلا انه تميز المسيحيه بزنار في رقابتها، او ان دور المسيحيين تعلم وحتى لا يدعو لهم احد بالمغفره، والكلام ده موجود في كتب الازهر، او انه الشافعي قال انه يجوز للمضطر قتل ده. يعني انت حضرتك بتقول ان دي حاجات موجوده في المناهج حاليا حاليا وطبعت سنه 2013 2014، رغم ان انا هاجمتها في مارس وفبراير 2013. بس فضيله الشيخ بيقول ان الكلام ده حذف. هي في الكتاب. موجود. هي موجوده في الكتاب موجود، والمطبعه اسمها درب والمطبعه اسمها مطبعه السعاده، وما كل اللي عملوه واللي غيروه غيروا المطبعه بس. طيب هو فضيله الشيخ بيقول ان دي كانت موجوده وما زالت موجوده في الكتب، لكن حذف تدريسها، يعني معنى كده مش هتبقى موجوده بعد كده في الطباعات. انا اقول للسيادة. طيب هو هيرد على حضرتك برضه سياده المستشار. اروح للاستاذ رضا. استاذ رضا في الشرقيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بشرف باللقاء بتاع حضرتك يا استاذ ناصر. الله يخليك. واتمنى ان يكون في لقاء مع فضيله الامام بخصوص معهد كلمه حمل شرقي، لان 4 سنين عايزين نسلمه، واحنا بنقدمه هديه للازهر. طبعا احنا معانا علماء الازهر، لان متحمل يعني تقريبا من خيره علماء الازهر من متحمل. 100 حمل؟ 100 حمل بالبيت الشرقي. من 2008 احنا انشانا المعهد، وبنبني وبنيناه 3 ادوار. المساحه المطلوبه ومعايا الشروط بتاعتها من المنطقه الازهريه. بس هتبقوا عايزين تسلموه 1200 متر موافق بالمبنى والشوارع. يا استاذ رضا سلمتم 1225 متر، ومع ذلك بعد الانتهاء من المبنى ومصاريفه، يعني هو صرف علينا 1,500,000. طيب انتوا عايزين تسلموه برضه، وانتوا اللي تعينوا. عايزين نسلمه، وانا سمعت كلمه فضيله الامام. وما تتدخلوش فيه خالص؟ ماليش عايز لا موظفين ولا مدرسين ولا اي حاجه.
انا عايز الطالب يتعلم الدروس الشرعيه بس. يعني انت تسلبه المعهد للازهر وترفعه ديك. طالب ومستعد بتوقيع على اقرار ايوه عدم تعيين اي فرد داخل هذا المعهد. لا ده كده يبقى اعتقد الامر في ايدين فضيله الشيخ جعفر. بشكر انا يا ريت يعني يكون في لقاء مع فضيله الشيخ. يقابلني على طول في القطاع. هو منتظر حضرتك في القطاع فورا. امتى؟ هو كلهم عارفين ان انا بستقبل كل الناس في القطاع. هو بيسال حد. انا بس الصوت واطي شويه. ان شاء الله يوم السبت. منتظر حضرتك فضيله الشيخ جعفر يوم السبت. الساعه 8 الصبح. فين حته حضرتك؟ 8 صباحا. قطاع المعاهد. في قطاع المعاهد في مدينه نصر. في المشيخه يعني في المشيخه؟ لا 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 في مدينه نصر. اسمه قطاع المعاهد في مدينه نصر. خلاص؟ اتفقنا. يعني بشكر. بعيد عن المشيخه ولا في المشيخه؟ لا قريب منها مش بعيد. انت لما جاي من الشرقيه قول له انا عايز اروح مدينه نصر. قطاع المعاهد بجانب التأمين الصحي. جنب التأمين الصحي في مدينة نصر. عرفت بقى كده يا استاذ رضا؟ الاستاذ ايمن في الهرم. الو. ايوه يا استاذ ايمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا اسم ايمن ابراهيم عبد العزيز من معهد كفر حكيم بالجيزه. اهلا وسهلا. معهد الاعداد الثانوي. اهلا بيك يا استاذ ايمن. لو سمحت انا بسأل سؤال. اتفضل. يعني في اول السنه دي نزلت صوره شيخ الازهر بقرار من المؤسسه التعليميه من المنطقه الازهريه عندنا. هل الكلام ده حقيقي؟ شيخ الازهر يعرف الكلام ده؟ اللي هي صوره شيخ الازهر بتكون اجباريه في كل معهد لازم تعلى ولا لا؟ نزلت فين؟ يعني محطوطه فين؟ محطوطه عندنا في المعهد. في فصل ولا في مدخل؟ لا في مكتب انا عندي شيخ المعهد. يعني في مكتب شيخ المعهد؟ مكتب شيخ المعهد ليس بس ليست فقط. إجبارية. يعني هو شيخ المعهد يعني اللي حضرتك فيه متبرك بانه يحط الصوره سعيد بيه. لا يا فندم مش متبرك. هو نزل. انا عندي قرار نزل من منطقه الجيزه الازهريه. القرار ده عند حضرتك؟ القرار ده احنا شفناه في المعهد. لا هو موجود في ايدين حضرتك انت شفته. لا انا في البيت يا فندم. طب تقدر تبعت لي صوره من القرار؟ ابعته لفضيله الشيخ جعفر ونبعته لفضيلة الإمام؟ مفيش الكلام ده. أنا عايز أنا احنا بنعز كلنا شيخ الأزهر والشيخ أحمد الطيب. طبعًا. ده إنسان محترم. طبعًا. إنما في ناس دايمًا بتكون مغلوطة ولها اتجاهات مختلفة. لا لو في خطاب. أنا عندي نصغر شيخ الأزهر بالمنظر ده. لا لو في خطاب فضيلة الشيخ جعفر بيقول ده مستحيل وإذا كان في حد إذا كان في حد عمل ده حضرتك تجيب لنا الخطاب عشان يعرض على فضيلة الإمام. واعتقد انت هتعرف هو هيعمل ايه. خلاص يا ريت. انا بس بقول الكلام ده يعني حرصا ان انا بحب الشيخ الازهر ومش عاوز انا عندي ان هو يتعذب باي الفاظ او باي كلام اي حد ممكن يقول تعليقات مالهاش لازمه لان مختلف الاتجاهات. احنا بنشكرك جدا يا استاذ ايمن. انا بشكرك جدا جدا على شعورك وعلى القضيه او الموضوع اللي انت بتطرحه ده. اعتقد كده نشكر يعني بنعتذر طبعا للمداخلات الاخرى. طب الاستاذ مصطفى بكري خير اللهم اجعله خير. معنا الكاتب الكبير الاستاذ مصطفى بكري. استاذ مصر اهلا وسهلا. اهلا استاذ مصطفى. سلامات الف سلام عليك. الله يخليك. الحمد لله استاذ مصر الحمد لله خير اللهم اجعله خير. لا ابدا الحقيقه طبعا احنا جت لنا معلومات امنيه من العصر كده انه في عدد من الشخصيات الاعلاميه مستهدف حصار بيوتهم ايام الاربعاء والخميس والجمعه. واتكلمت مع الزميله لميس حديدي قلت لها خلي بالك يا لميس انت وعمر من ضمن الاسماء اللي موجوده فخلوا بالكم الحكايه دي. وصلت البيت يعني الساعه 8 مساء جت حوالي 6 عربيات من الاخوان كل عربيه فيها 4 وكده. عربيات ملاكي يا استاذ مصطفى؟ ملاكي. خدنا رقم واحده منها الحارس اللي على البيت اللي هو واحد من وزاره الداخليه. رقم واحد. فاول ما جم قعدوا يعني يكتفوا يشتموا كده واحنا هنعمل هنسوي مش هنطلعهم البيت بتاع. فالراجل راح الحارس قال لهم طب راح مبلغ شافوه بيبلغ. فطبعا بعد ما بلغ بداوا يعني عندهم حاله قلق كده وبتاع وتصوروا ان البوليس جاي وكده فبداوا يلفوا شويه ثم غادروا قالوا احنا جايين له تاني. فجاء الامن الحقيقه وجاب امن مركزي هنا وقعدوا قدام البيت شويه كده وكان عندهم توقع انهم يجوا تاني وصلتهم معلومات بهذا الشكل. ثم تم عمل محضر والحارس ادلى بشهادته باللي تم فيه
الساعات الماضيه تقريبا كان الساعه 8. يعني هم اختاروا يبداوا بيك يا استاذ مصطفى؟ ها؟ اختاروا يبداوا بيك. يبدو كذلك. لا بس طمنا عنك طبعا وعلى الاسره. ده امر متوقع وطبيعي وده لن ينال لا من عزيمه اي انسان خالص ده يضحك الجماعه ولن يستطيعوا ابدا ان يثنوا الناس عن مواقفها المبدئيه اللي هي في النهايه يعني تعبير عن مصالح بلد ووطن يتعرض لخطر الارهاب. طب طمنا على الاسره بقى والبيت وال... لا كله تمام الحمد لله كله تمام وقاعدين في البيت وقاعدين قدام البيت ويعني خلي حد يقرب بس يا عم نصر في النهايه لن يصح الا الصحيح. لا طبعا لكن جنب عدد من اخواننا الضباط بيقول لك يعني لا ان شاء الله كله تمام باذن الله ويعني احنا شايفين دي محاوله لارهاب كل اصحاب الاصوات المعاديه ليهم واحنا بنقول لهم احنا وراكم ولن نتراجع وسنظل نكشف مخططاتكم ومؤامراتكم ضد الوطن وضد الامه. الف الف سلامه يا استاذ مصطفى الكاتب الصحفي الكبير ورئيس رئيس مجلس اداره الاسبوع والنائب طبعا انا بحب اقول له سياده النائب دايما. لا يمكن يكون الارهاب ده من الدين. يعني اختلف مع حد يخوفني او يضربني او يقتلني من غير مبرر. لا اللي هو يعرف دينه حقا لا يريق الدم ابدا. يعني كيف تراق دماء المسلمين وانا اعرف الدين؟ لو عرفت الدين وفهمته لا لا افعل هذا ابدا ابدا. ده هيبقى لنا في لقاء مره ثانيه بقى فضيله الشيخ تشرفنا يعني تتكرم علينا. انا عارف ان اللقاء النهارده في التعليم. يعني لكن لازم احنا قدامنا دقيقتين وعايز اسمع من حضرتك تعليق سريع جدا على الحالات اللي اتكلموا دول. بالنسبه لتأنيس مع المعاهد احنا يعني لا يصح ابدا ان تكون هناك مدرسه صغيره السن وان تدرس لطلاب في الثانويه يعني سنهم قد يكون قريبا من سنها، هل يصح هذا؟ طب ما هم سايبينها 15 طبعا سنة. لا، طب ما احنا بنصحح. فالإمام أصدر قرار بتأنيس المعاهد يعني إيه؟ يعني مثل هذه الحالات تنتقل المدرسات إلى معاهد الفتيات. يعني الأستاذة رخا دي تتنقل على طول؟ بس إيه بقى؟ إيه المشكلة؟ المشكلة إن بعض المناطق بتطبق الكلام مرة واحدة، لا احنا قلنا تدريجي واحدة واحدة. ناخد الامور بايه؟ اللي هي احلال وتجديد. ايوه احلال مكان يعني زي موضوع العجز والزياده. احنا قلنا لهم نعمل نظام الموجات. طب يبقى على الاقل تنقل المدرسات الصغيرات السن. نعم الاول طبعا وتبقى الكبيرات. احنا يعني احنا ممكن ننقل المدرسات لمعاهد فتيات ثانوي او اعدادي برضو عن يعني ايضا عندنا مدرسات في المعاهد الاعدادي للبنين قلنا لا باس اولى اعدادي فقط ولا اعدادي ايه فقط ممكن المدرسه كبيره السن تدرس لطالب في الصف الاول الاعدادي ابنها. لكن برضه امر ايه لا يصح ان يكون. لان احنا عندنا في الازهر بندرس المذاهب المذاهب الفقهيه. وبيخش فيها احكام فمفروض تبقى مطبقه. ايوه وهكذا. الشيء الاخر اللي هو طب دي ممكن تتم في خلال قد ايه عمليه تانيث الازهر او المعاهد الدينيه؟ ان شاء الله على العام القادم تكون انتهينا منه. يعني يا استاذ رخا خلاص يعني ان شاء الله استحملي السنه بس احنا ماشيين بالتدريج. يعني مش يلا افعل ويلا انقل وكده لا. ولو عندك بقى يعني حاله ملحه يعني وهي عارفه احنا عارفه احنا اسكندريه ماشيين فيها كده. طب دلوقتي سعاده المستشار قال ان في حاجات يعني مش مقبوله وحضرتك قلت حذفت. بالنسبه لل احنا عندنا رجعنا كتب التراث. احنا عارفين ايام فضيله الشيخ الله يرحمه سيد طنطاوي عملنا كتاب الفقه موحد للمذاهب الاربعه. عندما يعني اتى فضيله الدكتور احمد الطيب ان نرجع نظام الفقه الايه اللي هو المذاهب يعني الفقه الحنفي الفقه الشافعي الفقه المالكي الفقه الحنبلي وهكذا. طب دي كتب تراث ودي احكام موجوده احكام موجوده قبلت ام لم تقبل هي احكام موجوده. احنا قلنا نعمل ايه نرفع هذه الموضوعات من المقررات. لكن هل انا بيدي ان احذف هذه الدروس العلميه الموجوده في كتب التراث؟ طبعا لا. يبقى على الاقل ترفع من ترفع المقرر. من المنهج بس من المقرر يعني انا مش لكن عارف الكتاب كما هو. استمتعت جدا بالحوار مع فضيلتك
وافدتنا كتير واكيد افدت المشاهدين. الله يكرمك. بشكر فضيله الشيخ جعفر عبد الله رئيس قطاع المعاهد الازهريه، حضرتك شرفتنا ونتمنى يكون لنا لقاءات ثانيه ان شاء الله. انا اشكرك واشكرك ان احنا تعرضنا لهذه المسائل التي تهم المجتمع المصري وخاصه المجتمع الازهري. شكرا جزيلا. الفقره القادمه مع عالمه مصريه ضمن 20 شخصيه هم او هن الاكثر تاثيرا في العالم الاسلامي. دكتوره غاده محمد عامر نائب رئيس المؤسسه العربيه للعلوم والتكنولوجيا ورئيس قسم الهندسه الكهربائيه بجامعه بنها.